طبعا اليوم حنا اكيد في وكالة هوندا وكيلها بالمملكة عبد الله هاشم، نستعرض مع بعض احدث سياراتهم. اكيد هوندا كورد موديل 2021 بالتحديثات الجديدة اللي حصلت عليها. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. كالعادة يا سادة تغطيتنا اليوم من صالة هوندا وكيلها بالمملكة عبد الله هاشم، نستعرض مع بعض هوندا كورد موديل 2021 بالتحديثات الجديدة اللي حصلت عليها. نبدأ تقييمنا للسيارة طبعا من أبرز التفاصيل والمميزات اللي انضافت عليها في موديل 2021. تغيير بسيط في الواجهة الأمامية، نقدر نقول فيس ليفت بسيط. بالنسبة للشكل الجديد اللي هو هذا موجود معنا، بالنسبة للشكل القديم فمثل اللي هو واضح قدامكم، تغيير بسيط في الصدام بالإضافة لبعض التفاصيل البسيطة. نبدأ تقييمنا للواجهة الأمامية، طبعا إضاءاتها فل LED بالنسبة للعالي والواطي كله LED. الفئة اللي اليوم موجودة معنا طبعا 2.0، نقدر نقول فئة السبورت، فئة الفل كامل، رادار امامي، حساسات امامية وكشاف للضباب. طبعا التطعيمات باللون الاسود اكيد موجودة في الواجهة الامامية. بالنسبة للجزء الجانبي جنوط كروم مقاس 18 انش، طبعا الجنط باللون الاسود واللون الفضي. خاصة الدخول الذكي او المتعارف عليه بالعامية بالبصمة وفتح السقف، فتح السقف عادية ما هي بانورامية. جناح خلفي اكيد عليه وحساسات خلفية وكاميرا خلفية اكيد متصلة بشاشة امامية. طبعا خط من الكروم ممتد من بداية هذا الجزء انتهاء ب هذا الجزء. تفاصيلها بسيطة لكن ضايفة لمسات جمالية في السيارة بشكل كبير. هذه الحساسات الخلفية، فتحتين للعادم، شعار الفئة هذه اللي هي 2.0 سبورت. خلونا نشوف مع بعض المساحة الخلفية. هذه المساحة الخلفية تنافسها اكيد بالدرجة الاولى من السيارات اليابانية تويوتا كامر ونيسان التيما، بالاضافة للسيارات الكورية هنداي سوناتا وكيا اوبتيما. الجنط نفس اللي بالخارج، ادوات الرفع، وهذه الفرشات كلها بشكل كامل. طبعا بالنسبة للمفتاح فنفس المفتاح السابق، في الفتح والاغلاق وفتح الشنطة بالاضافة لخاصية التشغيل عن بعد. خلونا نشوف خاصية التشغيل عن بعد بشكل كامل. طبعا هذه خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالعامية بالبصمة. لمس، تقييم استهلاك الوقود كل لتر بنزين يمشيك 14.3 كيلو، التقييم جيد جدا، بنزين 91. طبعا عن تطعيمات باللون الاسود منتشر فيها بحكم انها فئة سبورت، حتى في الواجهة الامامية طاغي عليها اللون الاسود بشكل واضح. الحين خلونا نشغل الاضاءة ونشوف مع بعض اضاءاتها بشكل كامل. طبعا واضح الرادار الامامي. بالنسبة لي انظمة الامن والسلامة او نظام السيفتي فيها مواصفات كثيرة، كاميرات جانبية بالاضافة لي كل الأنظمة اللي هي معروفة في السيارات موجودة فيها وبزيادة. هذه الإضاءات، طبعا إشارات الانعطاف كمان LED. هذه الإضاءة مثل ما ذكرنا فل LED. الجزء هذا جايب كروم بشكل كامل، طبعا ممتد من هذا الجزء انتهاء بالجزء الثاني أو بالطرف الثاني. هذه الحساسات الأمامية، عدد 4 حساسات أمامية والرادار الأمامي. طبعا بالأسفل كنكت رياضي،
فتحات للتهوية أكيد موجود عليها. ننتقل بعد كذا نشوف مواصفاتها الداخلية، نبدأ مع بعض بالمقصورة الخلفية، بعد كذا ننتقل للجانب السائق. هذه المقصورة الخلفية أكيد تكاية بالوسط، تكاية فيها حملات أكواب، منفذ للشحن أكيد، ومنفذ USB، مساحة تخزين، مقابض كروم. هذا الجزء طبعا باللون الأسود بشكل كامل. اللون الرصاصي، اللون يعتبر جميل على سيارة هوندا كورد، يعتبر مميز. طبعا المراتب تحكم بيه كهربائي. خلونا نشوف جانب السائق، الزعنفة حتى باللون الأسود، وهذا الجناح الخلفي جاي باللون الأسود بشكل كامل. ما شاء الله طبعا ارباقات امامية اكيد عليها، وحتى بالمراتب ارباقات. تحكم كهربائي حتى للراكب، طبعا كاربو فايبر، كأنه كاربو فايبر بشكل كامل. إضاءتها الخلفية LED، نوافذ كهربائية، قفلة مركزي، تحكم بالمراتب أو المرايات الجانبية، ذاكرة للمراتب، فتح الشنطة الخلفية وفتح بطل المحرك. خلونا نشوف المحرك ونشوف مع بعض أرقام المحرك. كأرقام للمحرك وكمواصفات للسيارة، طبعا سعرها ب 132 ألف ريال غير شامل الضريبة. بالنسبة لسعرها الشامل الضريبة 152 ألف ريال و835، وهذه مواصفاتها. صور الشاشة، طبعا فيها حساس للمطر بعد. هذا المحرك 2000 سي سي، اكيد مدعم بتيربو. ما شاء الله العزم او عزمها 360، والاحصنة فيها 247 حصان، مدعم بتيربو، إمكانيات عالية، أرقام المحرك فيها جدا مناسب. ما شاء الله. طبعا الشاشة هذه، خلونا نشوف خصائص الشاشة باللغة العربية. ما شاء الله تدعم نظام الملاحة اكيد، اتصال اتوقع فيها الابل كار، دام فيها اتصال بالجهاز اتوقع تدعم الابل كار. ما شاء الله منفذ للشحن او شاحن لاسلكي USB، ومنفذ طاقة، عشر فولت. هذا الجير طبعا ما شاء الله باللمس، حملات اكواب اثنين. طبعا هذه الخاصية بفئة الفول كامل فقط. حتى هنا منفذ للشحن، هذا منفذ الشحن. المساحة فيها تعتبر مناسبة.
نظام الايكو والسبورت اكيد موجود، اوتو هولت، البريك الالكتروني، تشغيلها بصمه، انظمه استشعار وامان ومثبت للسرعه الذكي، كلها موجوده. نظام الصوت، التحكم بنظام الصوت والترفيه والرد على المكالمات والاوامر الصوتيه كلها موجوده، والتحكم بعدد الرحلات. إضاءتها التحكم في أوتو، حتى فيها مستشعر للمطر. هذه الشاشة بشكل كامل طبعا ما شاء الله، جاي هذا الجزء طبعا تخشيب أو تخشيبة بشكل كامل، ممتد على على الجزء الأمامي في السيارة. هذه الحساسات، تراكشن، تحكم بالإنارة، فيها جير فون خلف الدركسون. هو تكلمنا عن مواصفاتها، تحديد للمسار، مثبت السرعة، وكلها تكلمنا عنها بشكل كامل. أتمنى التغطية. طبعا مثل ما ذكرنا أنظمة الأمن والسلامة فيها جدا عالية وكثيرة. نظرة سريعة على نظام الأمن والسلامة فيها، مواصفات الأمان اللي موجودة ومواصفات السيفتي فيها. هذه أتمنى التغطية أنها لا تعلى إعجابكم. مثل ما ذكرنا سعر السيارة ب 152,000 ريال. أتمنى التغطية أنها لا تعلى إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. في أمان الله.